ولطالما كانت القناة الدولية بل قناة الدولة قناة الجزيرة القطرية أداة لتنفيذ أجندة السلطات القطرية، فهي تلهم الإرهاب وتسانده وتحتفل به وتحرض عليه، وكانت على مدى تاريخها منبرا للتحريض على الطائفية والفتنة وشق الصف الخليجي والعربي. تؤيد انتصارات الدولة الإسلامية في العراق وسوريا، صوت على صفحة الاتجاه المعاكس أكثر من 54 ألفا، 81.6 نعم، 18.4 لا. مع هذا الفكر الذي تطرحه والذي تركتك تستفيض فيه حتى يفهمه الناس ويعرفونه بالدرجة الأولى، وجدت لكم حاضنة شعبية في تلك المناطق هائلة. صدمت بشيء، هو أن فكر القاعدة لا يختلف كثيرا عن فكر الإخوان المسلمين. مستعمرة شيعية في قلب منطقة السنة، كفرية وما بعرف شو هذه، والفوعة ما زالوا بقلبكم قاعدين. طيب ليش ما تروح تهجرهم مثل ما هم يهجروكم؟ ليش ما تروح تهجرهم وتلعن اللي خلفهم؟ اغلب اللجان الشعبية دروز السويدة، هذول حثالة الحثالة. ليش هذول؟ يعني ليش يعني هذول ما الحثالة فيها حثالي؟ وبعدين هذول حثالة الطوائف، وبعدين حثالة الطوائف هذول جايين يوم جايين.